حاسس عالية حاسس. في جيت كام؟ كام؟ سنة؟ لسه قدام سنتين هنكتشف. أنا لسه داخل جامعة. جامعة إيه؟ أكاديمية بحرية. ايه رايكم في الكواليتي بتاعت الصور الاول؟ حلو ولا ايه الكلام؟ حلو؟ يعني اللي بيصور ده بيعرف يصور؟ مين فيكم بيحب التصوير؟ انا بتصوروا حلو؟ طب عايزين نشوف الصور بتاعتكم نصور بحاله اهو تعرفوا عليه ايوه احمد يحيى كلمهم احمد يحيى الصور طيب دي كلها طبعا حيوانات عايشه في البحر الاحمر بين الشرم والدهب في حاجات كبيره احجام كبيره في حاجات صغيره جدا احجام صغيره زي دي كانت زودي برانك زي دي دول ما تزيدش عن 5 سم يعني قد الصغير لما بتكبر خالص قد كده في حاجات كبيره زي الجاينت ده بيوصل في سمك زي دي اللي انا عارفينها السمكه زي طلعت في نيمو في فيلم نيمو اللي انا شفته كلام فيش في سمك كبير زي دي تايتان تريجر سمك كبيره جدا شكلها قوي جدا ده شكل وده شكل في منها كذا نوع في البحر ده نوع وده نوع الاثنين كبار وزنها ممكن يوصل 40 كيلو سمكه كبيره قد كده فكها قوي جدا بس ما بتهاجمش انواع الريد او سمك الشيطان ليفل فيش او ريد في ده ايجل ري ده نادر مهدد بالانقراض ايجل ري لان هو راسه عامله زي راس الصقر ليه منقار لو قربته تشوفوه زي راس الصقر وده ذا موست كومن بلوس بوتل نقط ازرق ده حجمه كبير ده حجمه متوسط يعني قطره مثلا 40 سنتي 50 سنتي بالكثير ده اكبر ده بيطير زي الايجل ري طريقه هوده ان هو بيرفرف بجناحاته زي الصقر ده حركته بتبقى موزونه اكتر الجسم كله بيلعب ده غالبا بتلاقيه داخل نفسه في الرمله زي ما انت شايف كل دي الرمله هو داخل نفسه في الرمله ده لا ده تلاقيه عايم في عرض البحر في البلو مش قريب حتى من الكره الرئيسيه رغم انه نادر الصوره دي صورتها الساعه 7 الصبح على عمق ما يزيدش عن 2 متر كان معدي في ميه بحله كان بياكل الصبح بدري قبل ما الناس تنزل ميه ده بتشوفه ده بتشوفه كل اللي شايفينه ده منه خطوره يعني كل حيوانات البحر ممكن تأذي لو حد تعرض لها طول ما انت بعيد عنها ما بتعملكش حاجه الناس خايف هتلمسه او هتضايقه هو دي وسائل الدفاعيه اللي بيقدر يدافع عن نفسه بيها اول حاجه بيعملها ان هو بيهرب منك انت بتضايقه وهو بيهرب يفضل يهرب لحد ما انت يبدا يحس انك بخطر ساعتها يبدا يدافع عن نفسه عشان كده مش صح ان احنا اول ما نشوف حاجه نجري عشان نمسكها او نحط ايدنا عليها ده ايه ده الجيلي فيش العادي جدا الصغير الابيض اللي هو ما ينزلش حجمه على الكف النوع الموجود في البحر الاحمر مش مؤذي ان هو لما بتقرب منه حتى لو جه على وشك مش بيلسعك عكس اللي في البحر الابيض بس البحر الابيض نفس الشكل نفس الحجم بس بيلسع بيلسع جامد جدا البحر الاحمر لا اليف البحر الاحمر لا في البحر الاحمر في البحر الاحمر انا نزلت واتصدت حسب النوع انا بتكلم عن النوع الابيض الكومن اللي بتنزل ميه بتلاقيه في قد كده قد نص الكف هو ساعات تلاقي السمك بيتلف او السلاح بيتلف ده ما بينسعش في البحر الاحمر ما بينسعش لا بس في انواع تانية بتنسع اللي بيبقى موجود عامه بيبقى كبير جدا ده النوع الصغير ده قد الكف في انواع كتير جدا في حيوان واحد موجود في البحر في انواع كتير جدا تعالي 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 تعال
صعب جدا تشوفها. هي بتبقى زي سكورت بالظبط. سكورت من فيش اسمها سمكة عقرب. دي سمكة متوسطة الحجم ممكن تبقى كده. طولها مثلا 40 سنتي ممكن تبقى 20 سنتي. تفضل قاعدة وسط الصخور نفس اللون نفس الشكل. حتى الجسم لو تاخدوا بالكم فيه نتوءات وملون زي الصخور اللي حواليها بالظبط. السمكة بتفضل قاعدة. السمكة اللي هي عايزة تاكلها السمكة الصغيرة تعدي من فوقيها تفتح بقها بسرعة جدا وتفطح تفضل قاعدة. موري ده وده من نفس النوع بس ده بيقول عليه جاينت موري كبير جدا. موري ده ما هوش سمكة. سمكة اسمها طويلة وسيابي. ممكن يبقى طرفها 2 3 متر بس انت ما بتشوفهاش. هي دايما وسط الصخور بين راسها. يحيى هي دي الجزيرة بتعض؟ بتعض لو ازيتها بس مش بتعض يعني. قربت منها مش بتعض. لو ضايقتها اول حاجة تعملها تهرب. لو استمريت الايه في ناس تشوفها جوه الضرح تشد عصاية عشان تطلعها. بس لو هي هربت طب هو هي بتخش جوه. ما انت ما